عقد مجلس حكماء المسلمين اجتماعه السادس عشر في مسجد قصر الصخير مساء اليوم برئاسة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك تزامنا مع الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان لمملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم بحضور نيافة الأساقفة المرافقين والمشاركين في ملتقى الأديان من رجال الكنيسة وعلمائها. وافتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك قراءة آيات من سفر التكوين قدمتها طفلة مسيحية، كما تم عرض فيلم وثائقي قصير من إنتاج مجلس حكماء المسلمين. وفي كلمة له رحب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بقداسة البابا فرانسيس ومن في صحبته من كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية وعلمائها، مؤكدا أن العالم العربي يسعد بأن يكون شريكا في مسيرة الأخوة الإنسانية التي انطلقت في مصر مرورا بدولة الإمارات العربية المتحدة واليوم في مملكة البحرين. وقال إن ملتقى البحرين للحوار تحت الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم قد كرس محطة مضيئة في مسار حوار الأديان، والذي أثمر ولا يزال يشكل وعيا جماعيا متناميا بالتحديات التي تواجهنا. الحمد والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. ضيفنا العزيز قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، السادة رجال الكنيسة الكاثوليكية وعلمائها، السادة الزملاء وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمرحبا بكم قداسة البابا فرانسيس وبمن في صحبتكم من كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية وعلمائها. مرحبا بكم في عالمنا العربي الذي سعد بأن يكون شريكا معكم في مسيرة الأخوة الإنسانية التي انطلقت في مصر مرورا بدولة الإمارات العربية المتحدة واليوم في مملكة البحرين الشقيقة. اسمحوا لي حضراتكم أن أختصر كلمتي إلى الثلث، ويقيني أنكم لن تخسروا شيئا مهما. السادة الحضور، لعلي لا أعد الحقيقة لو ذهبت إلى القول بأن أزمة عالمنا المعاصر هي في المقام الأول أزمة أخلاق وأزمة إلحاد معا، وأن معظم الشرور التي يعانيها إنسان اليوم هي انبعاثات حتمية لهذه الأزمة الأم التي دهمت الإنسان وأطبقت على فكره وسلوكه. ولم يكن غريبا أن نرى ظواهر هذا الانحراف في الواقع الأخلاقي والسلوكي في المجتمعات المفتوحة أولا، ثم في محاولتها فرض هذا الانفلات المتمثل في نشر ظاهرة الشذوذ والجنس الثالث على مجتمعات محافظة. يشكل الدين والأخلاق مكوناً رئيساً وأساساً في بناء حضارتها وثقافتها وتقاليدها، وكل ذلك يروج تحت لافتة الحرية وحقوق الإنسان وفلسفة الحداثة والتنوير. وحقيقة الأمر أنها حرية الفوضى والتدمير الخلقي وهدم البناء الداخلي للإنسان وحقوقه التي أصبحت حق تدمير الفرد والنوع معا. وتدرج في نفس الدرب ما يعرف بأزمة البيئة وتغير المناخ، والكلام فيها طويل وذو شجون. وموجز القول وأن هذه الكارثة هي أيضاً من صنع الإنسان المنخلع من قيود الدين والأخلاق، وهي أثر من آثار الأنانية واقتصاد السوق والفلسفة الرأسمالية وشعارها الذي يقول
اربح أكبر قدر ممكن حتى لو بعت كل شيء. وإنه وإن كان الوقت لا يتسع لسرد البيان القرآني في موضوع أزمة البيئة، فإني سوف أكتفي هنا بتلخيص الملامح الأساسية لهذا الموضوع. وأول ذلك أن القرآن الكريم صريح في أن هذا الكون بكل عوالمه التي هي عالم الإنسان والحيوان والنبات والجماد يعبد الله ويسبحه على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. لا فرق في ذلك بين إنسان أو ملك أو طير أو حيوان أو نبات أو شجر أو جبال أو بحار أو ما شئت من مفردات الوجود العلوي والسفلي، وأن الإنسان لا يسمع تسبيح هذه الكائنات وإن سمعها لا يفهمها، تماما كما لا يفهم لغة الطير والحيوانات من حوله حين يسمعها ولا يعقل لها معنى. والدرس المستفاد من هذا الموقف القرآني هو علاقة الصداقة بين الإنسان وأشياء الكون، فالكل يعبد الله ويسبحه، والكل عباد، والكل مغرد في سرب واحد. وانطلاقا مما سبق، حرم الإسلام على المسلمين وهم يحاربون أعداءهم أن يهدموا المباني المقامة في أرض عدوهم، كما حرم قطع الأشجار والنباتات أو إغراقها بالماء بهدف تخريبها، وكذلك حرم تفريق النحل من أعشاشه أو حرقه بالنار، بل حرم ذبح الحيوانات في أرض العدو، اللهم إلا لضرورة الأكل وعلى قدرها فقط، فضلاً عن تحريم قتل المرأة والعمال والزراع والرهبان والأعمى والمقطوع الذراع وكل كائن ضعيف لا يشترك في الحرب ولا يتأتى منه العدوان. وأختم بالقول بأنه إن المتابع بأن أقول إن المتابع للميزانيات الهائلة المطلوبة لتجاوز أزمة المناخ، وفي ظل ما درجت عليه الدول الصناعية الكبرى من قبض ذات اليد عن التمويل الواجب أخلاقياً وإنسانياً، إن المتابع لذلك يصاب برعب شديد. وفيما أعتقد فإنما يجب علينا نحن علماء الأديان ورجالها حيال هذه الأوضاع هو أن نبلغ صرختنا إلى أولي الأمر وأولي الثراء الفاحش بأن يفكروا ولو قليلاً في مصيرهم هم قبل غيرهم، وأن ينفروا خفافاً وثقالاً للتصدي لهذه الكارثة. ولا علينا إن استجابوا أو جعلوا أصابعهم في آذانهم، فمنهجنا نحن الممثلين للأديان السماوية هو منهج من قيل له من فوق سبع سماوات إن عليك إلا البلاغ. وختاماً اسمحوا لي أن أجدد النداء مخلصاً إلى الاستمرار معاً في حوارنا هذا الإسلام المسيحي والديني مع البشر عامة، فبه يمكن بتوفيق من الله أن نتحول بوثيقة الأخوة الإنسانية من الإطار النظري إلى الإطار العملي، وهذا هو ما يجب علينا اليوم ومستقبلاً، وبسببه نأمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى الاستجابة لتحديات عالمنا المشتركة. شكراً لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.